السلام عليكم متابعي قناة شوف تي في، مساء الخير عليكم مجددا، رمضان كريم يدخل عليكم بصحة وسلامة إن شاء الله وبجميع المتمنيات. كنتواجدوا بحي السلام، حي السلام من بعد حي العرفان، حي السلام يعني عواشر مباركة، رمضان كريم. من خلال العرف والدأب لأنه غادي نحاولوا أننا نمشيوا عليه يوميا، اللي غادي نحاولوا نمشيوا عليه يوميا هو هذا العرف ديال ساعة قبل الفطور، ساعة من بعد الفطور، باش تشوفوا معنا الأجواء كيف دايرة من المدينة ديال سطات. حتى بالنسبة اللي ما سبقش ليه وأنه زار المدينة ديال سطات، هذه فرصة أنه نقلوه معنا يتعرف على المآثير ويتعرف على مجموعة من الأمور اللي كتواجد هنا بمدينة ديال سطات. اليوم الأول في يوم رمضان، رمضان كريم يدخل عليكم بصحة وسلامة إن شاء الله وجميع المتمنيات يا رب. الكل يسابق الزمن، ومن أجل يعني استدراك الوقت، عفوا يعني ماشي استدراك الوقت، ولكن يعني الـ الـ يعني المحاولة باش يبقى ليه الوقت أنه فين يتقدى وفين يوصل المبتغى ديالو. غادي نحاولوا نقلكم معنا متتبعينا مشاهدينا الأوفياء من قلب مدينة سطات، عاصمة الشاوية، سطات، سطات بلادي، سطات الولافة، من حي النسيم، حي العرفان. الآن يعني كنتواجدوا بسلطانة، اللي ما عمره ما عرف سلطانة، دابا هذه هي سلطانة، هذه هي تجزئة سلطانة، حي سلطانة اللي كاين فيها واحد الحي، واحد الحمام شهير دون ذكر الاسم ديالو. هذه هي تجزئة سلطانة. هنا فين بقى حي قطع الشيخ، فين بقى حي قطع الشيخ، تحية للناس ديال حي قطع الشيخ، من تما بقى حي الكمال. كيف كتشوفوا الوليدات ديال قطع الشيخ دابا راه كيلعبوا في التيرانات في ظل انعدام ملاعب القرب، لانه اسوا المسؤولين الناس داروا ملاعب القرب، ولكن ملاعب القرب خدامه غير الامور اخرى، ولات ملاعب القرب مؤدى عنها. ووليدات الشعب دابا راهما دابا كيلعبوا غير في الحمري، غير في التيرس، وملاعب القرب اللي خلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس دام له النصر والتمكين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، راه ولات كتستغل ولات كيتخلص عليها، ولات مؤدى عنها، ولا مؤدى عنها للأسف الشديد. ولاد الشعب راهم يعني ولاد الشعب أنهم كيضيعوا كيلعبوا في التيرانات ديال الحمري. كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية، سطات، سطات بلادي، سطات الولاف وكون ما لاراف. كنحييكم، هذه من الأقوال المأثورة، الأقوال الشعبية على المدينة ديال سطات، سطات الجميلة والرائعة، سطات الولافة. هذه هي الأجواء من القلب ديال المدينة ديال سطات. كنحاولوا نقلكم معنا متتبعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في باش تشوفوا الأجواء الجميلة والرائعة ساعة قبل الفطور من المدينة ديال سطات. كنحيوكم على المباشر متتبعينا مشاهدينا الأوفياء، وكنقولوا لكم مجددا مساء سعيد. هذه هي الأجواء من قلب مدينة سطات كيف ما كتشوفوا، يعني الناس مخرجين الوليدات ديالهم باش يحاولوا أنهم محمد معزوز، تحياتي لمدينة سطات، عواشركم مباركة، أحبك يا مدينة سطات الجميلة، ونحن كذلك نحبك كثيرا ونقدرك. وكننقل لكم هذه الأجواء الجميلة والرائعة من القلب ديال المدينة ديال سطات، العاصمة ديال الشاوية، سطات، سطات بلادي، سطات الولافة. ما بقات الا نصف ساعة كتفصلنا عن موعد أذان المغرب حسب توقيت الرباط وسلا وما جاورهما وتوقيت مدينة سطات.
يعني كنقلوا لكم هاد الأجواء الجميلة والرائعة من أعلى قمة من المرتفع. هذه الأجواء كاين دابا واحد الأشغال، نتمنوا أن هاد الأشغال ما تعطلش، نتمنوا هاد الأشغال ما تكونش كما الأشغال اللي كيديروها في باقي لي طرافو الأخرين. بغينا هاد الأشغال تحرك، راهو مخنقوا الطريق، الطريق راه ولات مخنوقة، الناس دابا راه مساكن راهم ما فهمتيني، راه كاين اللي تقاد عليه المازوط، كاين اللي راه سخف طاح في الطريق. للأسف الشديد متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في المباشر من المدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية، كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل، وكننقلوا لكم هذه الأجواء من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية، سطات بلادي، سطات الولافة، سطات الجميلة والرائعة. هذه هي الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء من قلب مدينة سطات، كنحييكم على المباشر وكننقلوا لكم هذه الأجواء الجميلة والرائعة من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية، سطات بلادي، سطات لي من خلالها أننا كنحييكم على المباشر وكننقلوا لكم هذه الأجواء من القلب ديال المدينة ديال سطات العاصمة ديال الشاوية، سطات بلادي، سطات الجميلة والرائعة. كيف كتشوفوا متابعينا مشاهدينا الأوفياء على المباشر من القلب ديال المدينة ديال سطات، هذه الأجواء. وليد تحياتي لك، أحبكم من مدينة الدار البيضاء. كننقلوا لكم هذه الأجواء، كاين واحد اختناق مروري، كاين اختناق مروري، كاين واحد اختناق في الحركية ديال السير، في الحركية ديال السير على المستوى الشارع الرئيسي اللي كيربط ما بين حي النسيم، حي العرفان، حي قطع الشيخ، حي الكمال، وسط المدينة. هنا في العرف ديال السطاتيين كيقول لك الضفة الشرقية والضفة الغربية، هنا الناس اللي كيسكنوا في الكمال والناس اللي كيسكنوا في النسيم وقطع الشيخ، وكاين الضفة الأخرى الناس اللي في بام مانيا، حي مجمع الخير. كنقول لكم عواشر مباركة، ندخل عليكم بصحة وسلامة إن شاء الله وبجميع المتمنيات يا رب. هذه الأجواء من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية، كانت ساعة قبل الفطور العرف اللي غادي نبقاو نديرو معكم إن شاء الله في هذا رمضان إلى حين خروج هذا الشهر الفضيل، وغنبقاو ديما نديرو معكم ساعة قبل الفطور، ساعة من وراء الفطور، باش ننقلوا لكم هذه الأجواء الجميلة والرائعة. ومن قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل من خلال هذا البث المباشر من القلب ديال المدينة ديال سطات، والناس ديال النقل المستخدمين ديال المصانع كيزربوا شوية، كاين السرعة فهمتيني، ما كاينش الاحترام ديال العلامات ديال المرور، ما كاينش الاحترام ديال العلامات ديال قف. هذه هي الأجواء متابعينا مشاهدينا الأوفياء من القلب ديال المدينة ديال سطات، كنحييكم وكننقلوا لكم هذه الأجواء من الشارع الرئيسي، هذا الشارع الحسن الثاني، غتشوفوا الأجواء، هذا الشارع الرئيسي، الشارع الحسن الثاني، أهم شارع رئيسي بالمدينة ديال سطات، اللي من خلاله أننا كنحييكم على المباشر وكننقلوا لكم هذه الأجواء من قلب مدينة سطات عاصمة الشاوية، سطات بلادي، سطات الولاف. كيف كتشوفوا يعني كاين واحد الازدحام، كاين واحد الاختناق مروري للاسف الشديد. كنشكركم على التواصل وكنشكركم على التفاعل وكنقول لكم هذه الاجواء من قلب مدينه ديال سطات العاصمه ديال الشاويه. ما بقى لنا الا اننا نودعكم على امل اللقاء بكم، الكل يسابق الزمن، اصحاب الدراجات الناريه، الشاحنات، الكل يسابق الزمن باش انه يلحق اللحظه ديال الفطور. كنقول لكم رمضان كريم، عواشر مباركه، تدخل عليكم بالصحه والسلامه والعافيه. والسعد السلام السخراوي من العرائش تحياتي لك.
كنشكركم على التواصل والتفاعل، والى اللقاء في بث مباشر. تحياتنا للجميع.